في البداية دكتور مراد، لماذا تم العزول عن فكرة أو طرح المصالحة؟ ولماذا جاء أصلاً هذا الطرح في هذا التوقيت بالتحديد؟ خليني أقول لحضرتك على حاجة. طبعاً زي ما حضرتك عارف لست عضواً في جماعة الإخوان المسلمين ولا أستطيع التحدث نيابة عنها، ولكن شخصياً لا أعتقد أن قيادات الإخوان المسلمين من قلة الحنكة والذكاء إن هم يطرحوا مثل هذه المبادرة الآن. طرح مثل هذه المبادرات في هذا التوقيت مكتوب عليه الفشل. فأنا أميل، وإن كان ليست لدي المعلومة، أميل للتصديق أن هذه المبادرة لم تطرح من الأساس. ربما تكون أفكار تم تداولها داخل أروقة الجماعة، ولكن أن تكون مبادرة ما أعتقدش أن قيادات الإخوان تصل بهم درجة قلة الحنكة والذكاء أنهم يطرحوا مثل هذه المبادرة في هذا التوقيت، وهم يعلمون تماما أن النظام المصري لا يمكن أن يقبلها بأي حال من الأحوال. طيب ما مدى واقعية هذه الأفكار بالأساس؟ يعني الحديث هنا عن اعتزال حتى العمل السياسي وليس فقط المنافسة على السلطة وغيرها من ما ورد فيما قيل أنها مبادرة. برأيك هل يمكن تطبيق هذه العناوين التي جاءت؟ أولا بس خليني أكد في الأول أن المجتمع المصري والمجتمع العربي أحوج ما يكون لتواجد جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أي تواجد؟ المجتمع العربي والمجتمع المصري تأثر تأثرا شديدا بغياب جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في الأنشطة الخيرية، خاصة في الأنشطة التربوية والثقافية. وما نشهده من احتقان داخل المجتمع، وما نشهده من أزمات اقتصادية وعدم وجود جمعيات تستطيع أن تتعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة بحيث أن هي تساعد الفقراء إلى غيره، بلا شك غياب الإخوان المسلمين هو أحد أسبابه الرئيسية. فالمجتمع المصري والمجتمع العربي في حاجة إلى الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الثقافية لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن هذا يختلف عن المشهد السياسي. نحن في حاجة نعم إلى أحزاب إسلامية، ولكن التأهيل النفسي والتأهيل الفني للسياسيين يختلف عن تأهيل الدعاة وتأهيل التربويين. فبالتالي أرى من المستحيل الجمع بينهم وجمع بينهما وبين العمل الاقتصادي كذلك. فشمولية الإسلام التي أنا أتبناها وأقتنع بها لا تقتضي أن يكون كل جماعة شاملة داخلها كل الأنشطة. ومن هنا نقطة الاختلاف مع بعض قيادات الإخوان المسلمين اللي هم بيروا أن شمولية الإسلام لابد أن يتم ترجمتها في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأن جماعة الإخوان المسلمين يبقى فيها نشاط سياسي ونشاط رياضي ونشاط اقتصادي ونشاط اجتماعي إلى غير ذلك. قناعتي الشخصية أنه يجب الفصل بين هذه الأنشطة، ويكون لكل منها الهيئة التي تقوم بها بهياكلها المنفصلة تماما، والتي لا يحدث بينهم دمج حتى لا يحدث تشويش من عمل على الآخر. لكن الحديث هنا عن الجانب السياسي أو العمل السياسي للجماعة، والذي تصر الجماعة أن يكون لها وجود سياسي حتى وإن لم يكن في السلطة، هل يمكن اعتبار ما تم الحديث عنها عن مبادرة للمصالحة ربما تكون بالونة لاختبار ردود الفعل المصرية في هذا التوقيت بالتحديد، خاصة أن هناك جلسات للحوار الوطني يتم الإعداد لها في مصر؟ جلسات الحوار الوطني أراها ليست جلسات جادة، هي جلسات للشكل أكثر منها لأي شيء آخر. وجلسات الحوار الوطني بدأت قبل 7 أكتوبر عندما كان النظام المصري في حاجة إلى ترويج صورة ديمقراطية إلى حد ما لشكله مع الإعداد لانتخابات الرئاسة التي كان مقررا لها آخر العام الماضي. لكن مع اختلاف المشهد الإقليمي والعالمي بعد 7 أكتوبر واحتياج النظام العالمي وإسرائيل وكذلك الغرب لوجود حكومة يعتمد عليها ولديه خبرة في التعامل معها كي تدير المشهد في المعقد في المنطقة، فبالتالي أصبحت أسهم النظام الحالي عالية، ولم يعد النظام العالمي على أي استعداد للمغامرة بإحداث أي تغيير في النظام المصري. فبالتالي من المستحيل أن يقبل النظام المصري التنازل في هذه المرحلة، خاصة إن هو بنى شرعيته على إزاحة الإسلاميين وعلى رأسهم طبعا جماعة الإخوان المسلمين وعلى شيطنتهم. فلا يمكن أن يضحي بشرعيته
ولا يمكن أن يضحي بتحالفاته الإقليمية، ولا يمكن أن يضحي كذلك بسرديته اللي بناها خلال 11 عام الماضية من أجل زي ما بنقول إحنا في التفاوض ماذا سيقدم له الإخوان المسلمون. ليس لديهم للأسف الشديد ما يقدموه الآن، فبالتالي الإخوان إن أرادوا أن يتفاوضوا فلا بد أن يعيدوا تنظيم صفوفهم أولا كي يكونوا لديهم أوراق ضغط يستطيعوا أن يتفاوضوا بها. أنت أشرت إلى تنظيم الصف الداخلي، وهذا رأينا حين طرحت ما يقال أنها مبادرة مصالحة، حيث انتقد العديد ممن يحسبون أو من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. ما مدى شدة الانقسام داخل الجماعة الآن؟ طبعا هو في انقسام، ولكن الأخطر من الانقسام في وجهة نظري هو انصراف الأجيال الجديدة المؤثرة عن الإخوان المسلمين، وده طبعا نتيجة لغيابهم عن العمل الاجتماعي وعن العمل الطلابي وعلى الأنشطة النقابية. فهذا الغياب أثر بشكل قوي جدا في جذب عناصر جديدة فعالة من داخل شباب مصر، وهذا هو التأثير الأكبر أو الضرر الأكبر الذي يقع عليهم. فهذا ده في وجهة نظري. طبعا الانقسام، نعم في انقسام، في ضعف موجود لا نستطيع أن ننكره. يمكن القيادة الجديدة اللي موجودة أكثر انفتاحا اللي هو دكتور صلاح عبد الحق ومعه حلم الجزار وغيره، ربما يكونوا أكثر انفتاحا أكثر تنظيما، لديهم بعض الأطروحات بيحاولوا لم الصف حسب ما أعرف. ولكن الاختلاف الذي أراه أن البداية ووجود الرؤية الصحيحة إحنا مختلفين فيها، إن في وجهة نظري الإخوان بعد 100 عام من الأداء والطرح الذي طرحه الإمام الشهيد حسن البنا في حاجة إلى تقديم رؤية جديدة تتوافق مع معطيات العصر الجديد. الإمام الشهيد حسن البنا طرح رؤية كانت تتناسب مع الاحتلال البريطاني، أو يعني تتناسب مع وجود عصر الاحتلالات، وجود الشيوعية، وجود النازية، حتى أسلوب تربية الأفراد اختلف، كل حاجة اختلفت. فالمشهد الآن يتطلب أن يكون لدى قادة جماعة الإخوان المسلمين الشجاعة والجرأة كي يطرحوا طرحا جديدا يتوافق مع العصر. وهذا الطرح مرة أخرى أؤكد عليه، في وجهة نظري يجب أن يدرسوا بعمق الفصل التام بين العمل الدعوي والعمل السياسي والعمل الاقتصادي. العمل السياسي يكون له رجاله يبنوا أحزاب إسلامية لا يكونوا جزء من جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين تكون الظهير الشعبي، تنشر الفكرة الإسلامية، تنشر القيم الإسلامية، تدافع عن القضايا الإسلامية العامة. هذا الطرح من يمكن أن يتخذ القرار بذلك؟ بمعنى آخر، في ظل الانقسامات التي نتحدث عنها الآن داخل الجماعة، من هو صاحب القرار داخل الجماعة الآن؟ حسب المعلومات التي لدي من الأصدقاء داخل جماعة الإخوان المسلمين، نستطيع أن نقول أن دكتور صلاح عبد الحق ودكتور حلمي الجزار ومن معهم هم الأكثر قبولا لدى معظم قواعد جماعة الإخوان المسلمين. ولكن هنا بقى السؤال، هل هم نفسهم لديهم الجرأة لاتخاذ مثل هذا القرار؟ مجرد طرح هذا الموضوع، خلي بالك احنا بنقابل تابوهات يا أستاذي العزيز. جماعة الإخوان المسلمين أفرادها تربوا على فكرة شمولية الجماعة، وعلى المزج بين فكرة شمولية الإسلام وشمولية الجماعة. فعندما تأتي بطرح جديد يضرب فكرة أو يوجد فكرة الفصل في الأنشطة داخل الجماعة، أو الجماعة تركز على الأنشطة الدعوية، فهذا يتطلب أن يكون شخصيات كاريزمية، قيادات جريئة، زي ما احنا بنقول كده قيادات تحويلية، يكون لديها الجرأة على طرح رؤية تختلف على عن ما تربى عليه أفراد الجماعة منذ عقود طويلة. في الشكل الحالي للجماعة وفي ظل انقسامات هذه الموجودة، هل يمكن التعويل على مبادرة أو تحرك لصالح من في السجون على الأقل؟ للأسف أنا متشائم، ما اقدرش اقول لحضرتك ان انا متفائل بحاجه زي كده، ليس بسبب الجماعه ولكن بسبب الطرف الاخر. السؤال اللي بيطرح نفسه، النظام الحاكم ليه يجيب لنفسه وجع الدماغ ويطلق سراح المعتقلين؟ لماذا؟
ما هي ورقة الضغط التي بيد جماعة الإخوان المسلمين أو حتى القوى الوطنية كي يطلق سراح المعتقلين؟ بالعكس، إحنا بنرى مزيد من التشديد. يعني مثال، قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكثر تشددا ويطلق يد الشرطة لمزيد من القمع ولمزيد من القهر. فإحنا بنرى مثلا مزيد من الاعتقالات حتى للشخصيات المدنية زي المهندس يحيى حسين وغيره. فإحنا لدينا مزيد من القمع ولا نرى بصيص أمل يوحي أن النظام الحاكم لديه الرغبة في إيجاد مصالحة. أو ربما هناك من يرى أن الجماعة يجب أن تقدم بعض التنازلات، خاصة فيما يخص الفكر وتوجهات سياسية وغيرها. هل الجماعة مستعدة لتقديم ذلك مقابل إطلاق من في السجون على الأقل؟ خليني أفصل، أختلف مع سيادتك لو أذنت لي. ليست المشكلة مشكلة أن الجماعة تغير من طرحها، والدليل على كده أن الصحفيين اللي بيعتقلوا والنشطاء اللي بيعتقلوا حديثا ليسوا حتى من الإسلاميين. يعني معظم المعتقلين في خلال السنتين اللي فاتوا بتلاقيهم صحفي، رسام كاريكاتير، صحفي، ناشط، محامي، ليس لهم علاقة حتى بالفكر الإسلامي. فهي مش مشكلة أن الجماعة تعمل طرح جديد أو ما تعملش طرح جديد. عشان كده زي ما قلت لحضرتك في البداية، لا أرى أمل في طرح مبادرة ولا أنصح بطرح أي مبادرة، عشان لن يوجد قبول من الطرف الآخر. في ذات الوقت أنا أرى ضرورة أن يتم هذا التغيير، مش علشان النظام يقبل أو لا يقبل، لأن المجتمع المصري في أمس الحاجة أن تعود جماعة الإخوان المسلمين إليه، تعود بعيدا عن المشهد السياسي. هذا هو رأيي. يعني تطرح هذه المبادرة ليس لإطلاق سراح المعتقلين، طبعا أنا أتمنى أن يتم إطلاق سراح المعتقلين من جميع الاتجاهات السياسية، ولكن مش شايف أن النظام الحاكم لديه أي نية في الوقت الحالي. لكن تطرح هذه المبادرة كي تعود إلى النشاط في الساحة قدر الاستطاعة، مش بس في مصر ولكن في الدول العربية الأخرى. شكرا جزيلا دكتور مراد. شكرا لك.